نيجي نتكلم على سمنة البطن دلوقتي، وهي عبارة عن ايه؟ سمنة البطن بتبقى ليها فيه كذا حاجة، اوقات بتبقى دهون متراكمة في البطن، اوقات بتبقى فيه ترخل، بيبقى فيه دهون وفيه ترخل. طبعا بعد الولادة ممكن بتبقى السيدة بتبقى عملت كذا عملية، في ولادة قيصرية بتبقى في كذا بيبي جم ورا بعض، طبعا بينتج عنها ترهلات في البطن، بيبقى فيه دهون متراكمة، فطبعا كل حاجة ليها علاج. في علاج بنبتدي بالدايت، بتعمل رياضة، بتعمل دايت بس. علشان تعمل دايت بس من غير اي تدخل تاني، من غير ما تعمل اجهزة، طبعا الاجهزة اوقات بتبقى مكلفة على العيان، بيبقى بالنسبة له دي تكلفة، ان انا اقول ان انا هعمل خط في كل شهر، ان انا هدفع بادجت معينة في الاجهزة، اوقات العيان ما بيقدرش يدفع المبلغ ده كله. طب هيعمل ايه؟ هتبتدي تعمل دايت بس هتتأخر شوية، يعني الأجهزة هتسرع الموضوع، لكن لو عملنا دايت هيبتدي الدهون دي تبتدي مع الوقت تقل. ولكن مشكلة الترهل أوقات ما بيبقاش فيها حل غير التدخل بالأجهزة، أو أوقات كمان ممكن السيدة تلجأ للجراحة، لأن الدايت هيعمل إيه في شد الجلد؟ وقت الجلد خلاص بيبقى ترخل هيعمل إيه؟ هتبتدي طبعا تمشي على دايت فترة، هتبقى فاهمة إن أنا السنة الموضوعية بتاخد فترة أطول في العلاج في الدايت أكتر من السمنة العادية، بس مع الفترة الطويلة في الدايت هتبتدي برضو السمنة الموضوعية دي هتروح، بس مع الوقت هتاخد فترة أطول من السيدة اللي ما عندهاش سمنة موضوعية. بس هي البداية تبقى دايت، أوقات بتبقى بتحتاج ممكن حقن موضعي، ممكن تحتاج جلسات أجهزة تمشي عليها، بيبقى بروتوكول بتخش فيه لعلاج المنطقة دي. طبعا لازم تمشي تلتزم بنظام صحي، فطار وغدا وعشاء بمواعيد معينه، تاكل اكلات طبعا خاليه تماما من الدهون، تمنع الدهون، تمنع السكريات بالذات، الدهون والسكريات منعهم باكتر حاجه بتاثر على سمنه البطن. يعني انا لو قعدت فتره شهر مثلا وقفت تماما كل الاكل هيبقى سوتيه كخضار، اللحوم تبقى مشويه او مسلوقه، العشاء يبقى عشاء خفيف، ما يبقاش عشاء في اي نوع من انواع النشويات، امنع النشويات بعد الساعه 5، ما ينفعش تاكل نشويات، تاكل بالليل تبقى عشاء عباره عن ايه؟ عباره عن اجبان، عباره عن زبادي، عباره عن لبن، ما تاكلش اي نشويات بعد الساعه 5، مفيش نشويات. وتفطر طبعا، لان الفطار بيعلي الحرق في اليوم كله، وتبتدي طبعا تلعب رياضه، في تمرينات معينه للبطن تمارسها. خلاص، انواع الاجهزه ايه اللي بتاثر على المنطقه دي؟ طبعا على حسب العيان، لازم يعني كل عيان بيبقى هي بتشوف العضلات اخبارها ايه، العضله يعني ضعيفه، العضله مترهله، هتحتاج اي نوع من اول الاجهزه. طبعا في اجهزه شفط بتبقى جهاز، يعني مش لازم تروح تاخد على عمليه شفط دهون، لا، في اجهزه بتعمل زي كرايلايبوليسز، بيعمل شفط للدهون موضعي. خلاص، بدون جراحة، بتبقى حاجة بسيطة جدا، يعني بتبقى جلسة بسيطة جدا، جهاز بيتحط بيقعد فترة على الجلد، خلاص بيعمل تجميد للدهون في المنطقة دي، جلسة في جلسة في جلسة في جلسة الدهون بتبتدي تقل في المنطقة دي، ممكن يليها جلسة زي RF اللي هو الجهاز الموجات الترددية، ده بيشد الجلد، يعني احنا بنحرق الدهون وبنعمل شد للجلد. وطبعا في جهاز تاني طبعا هايل جدا، كافيتيشن. والأجهزة بتختلف على يعني الجهاز بيختلف الجهاز التاني طبعا على الكفاءة بتاعته، في أجهزة بتبقى ضعيفة ما بتعملش أي حاجة، وفي أجهزة بتبقى معروف الدكتور طبعا بيجيب الجهاز اللي بيبقى هو يعني معروف إن هو كفاءته عالية في حرق الدهون، في أجهزة بتبقى صيني بتبقى مش الكواليتي بتاعتها بتبقى ضعيفة جدا، وفي أجهزة تانية بتبقى فعلا بتدي إفكت، يعني في خلال 4 5 جلسات المنطقة دي بتتشد تماما وكأنها عملت عملية. بس طبعا في اوقات بتبقى حالات بتبقى صعبه، بتبقى فعلا في نسبه ترهل شديده، دي لازم تلجا لها للجراحه.